بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء الأربعاء، هذا اللقاء الطيب المبارك يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم بعد بطء وطول وقت. الله يعظم أجرك يا شيخ. نبدأ بتفسير الآيات المباركات في سورة الحج في قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد، ومن الناس من يعبد الله على حرف، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين، يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات أن من الناس من لا يؤمن بالله أصلا ويجادل في الله عز وجل لأنه ملحد، لا يقر بالرب سبحانه وتعالى، أن يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، وإنما تلقى هذا من عقله الخاسر أو يتلقاه من أمثاله من أهل الكفر والإلحاد، ولا يصغي لدعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، بل همه الجدال في حق الله سبحانه وتعالى، لا ينظر في الآيات الكونية، لا ينظر في الآيات القرآنية والوحي المنزل، وإنما يركب هواه وعقله الكاسد. هذا صنف من الناس ولا يزال موجودا. والصنف الثاني من يؤمن بالله إيمانا مهزوزا، إيمانا مهزوزا، يعبد الله على حرف يعني على طرف، لم يتمكن الإيمان من قلبه، وأيضا هو ينظر إلى مصالحه، فإن وجد خيرا اطمأن به ومدح هذا الدين وأثنى عليه، وإلا إذا امتحنه الله سبحانه وتعالى فإنه ينقلب على عقبيه، يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، هذا خسر الدنيا والآخرة، لأنه في الدنيا لم يطمئن ولم يستقر الإيمان في قلبه، فهو يعيش مذبذبا تارة كذا وتارة كذا، فهو في قلق، وفي الآخرة يؤول إلى النار والعياذ بالله، ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام
للعبيد. يعني هذا عملك الذي قدمته في الدنيا تجازى به يوم القيامة، ولم يظلمه الله سبحانه وتعالى. إن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ثم ذكر المشرك الذي يعبد الله ويعبد معه غيره، يدعو من دون الله من الأصنام، من الأصنام والأوثان والأشجار والأحجار، ما لا يضره، يعني لا يملك له ضرا ولا نفع، لأن هذا بيد الله سبحانه وتعالى، فهو الضار النافع، القابض الباسط، المعطي المانع، هذا بيد الله. وأما المخلوق فليس بيده نفع وليس بيده ضرر إلا ما قدره الله سبحانه وتعالى، فالأمر بيد الله. ذلك يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الخسران المبين، الذي لأن الشرك يحبط العمل ويبطله ولا يصح معه عمل، فهو يعمل ويتعب ولكنه يبطله بالشرك. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد، الضلال عن الحق البعيد الذي لا يرجع صاحبه إلى الحق ببعده عنه وإغرائه في الضلال والعياذ بالله، تعمقه في الكفر والضلال. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير، لأنه تولاه الشيطان. الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أسأل الله العافية. الواجب على المسلم أن يتمسك بكتاب الله وبسنة رسوله، وأن يترك الآراء والأفكار ويطرحها، ويقتنع بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن بعضهم أو كثيرا منهم مبتلا بالزيغ والضلال وعمل بصيرة، لأن الله سبحانه عاقبه لما رفض الإيمان ورفض دعوة الرسل، عاقبه الله فأعمى قلبه، فهذا هو الضلال البعيد، نسأل الله العافية. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه إن كان فيه نفع، ولكن ضر، ومعلوم أنه إذا كان الضرر أكثر من النفع فإن هذا النفع ليس له وجود إلا وجودا ضعيفا لا ينفع صاحبه، نسأل الله العافية والسلامة. نعم، جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء شيخنا الكريم. هذا السائل أبو عبد الله يقول: أرجو من الشيخ الكريم شيخ صالح أن يتحدث عن الأحكام المتعلقة بالمسح على الخفين، وخصوصا في أيام الشتاء، فنحن نذهب كثيرا إلى البراري ونقصر ونجمع الصلوات، فأرجو أن تتحدثوا في هذا الموضوع. نعم، المسح على الخفين يشترط في الخفين أن يكون ساترين للرجل، ساترين للرجلين من الكعبين وأسفل، سترا تاما لا يرى من ورائهما شيء من الرجل، هذا شرط. وكذلك أن يكون ثابتين على الرجلين حال المشي، لا يسقطان، إما بسبب
إما بسبب ثباتهما بنفسهما، وإما بتثبيتهما بربطهما بشيء يثبتهما على الرجلين بحيث يمكن المشي فيهما عرفا. وكذلك يشترط أن يلبسهما بعد كمال الطهارة، بعد كمال الطهارة، بعد أن يغسل رجليه يلبس الخفين، لا يلبس، لا يغسل الرجل ثم يلبس الخف ثم يغسل الثانية يلبس الخف، هذا لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني بعدما كملت طهارة القدمين جميعا لبس الخفين عليه الصلاة والسلام. فمن شرط المس عليهما أن يلبسهما على طهارة بعد كمال الوضوء. وكذلك من أحكام الخفين، من المس على الخفين، المدة، فالمقيم يمسح يوم وليلة، والمسافر يمسح 3 أيام بلياليها كما في الحديث. نعم، أحسن الله إليكم. نعود إلى أسئلة الإخوة والأخوات. فهذا السائل يقول: ما الكيفية لقراءة القرآن في الماء ثم نقوم بشربه أو لغسل الجسم؟ وهل يستخدم هذا الماء بشكل دائم يوميا من غير وجود مرض؟ نعم، ينفث، تقرأ سورة الفاتحة وتقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين وما تيسر من الآيات التي فيها الدعاء بالشفاء، وينفث في أثناء القراءة، ينفث في الماء ثم يشربه المريض ويغتسل به، لا بأس بذلك. وأما غير المريض من أهل الصحة الذين ليس فيهم مرض فلا يشرع لهم ذلك، إنما هذا عند الحاجة، هذا رقية عند الحاجة. نعم، نأخذ الاتصالات الإخوة والأخوات. نذكر السادة المشاهدين والمشاهدات بتليفون البرنامج 80 88 3000 لمن أراد الاتصال بفضيلة الشيخ. متعب من الباحة معنا على الخط، تفضل أخي متعب. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. الشيخ عندي سؤال واحد طال عمرك. تفضل. في ارتداد أول شيء. طيب اقصر يا متعب لو سمحت، اقصر شوي التلفزيون. ما عندي تلفزيون طال عمرك. طيب تفضل. هل يجوز لي الدفع من مال الزكاة وإبراء الذمة للجمعيات الخيرية في مشروع كفالة اليتيم لوالدي المتوفى رحمه الله؟ طيب أنا لدي المال هذا وأنا أدخل للوالد. طيب اسمع الإجابة. يا أخي، الزكاة واجبة عليك وثوابها لك وإثمها عليك إذا قصرت فيها، ولا تكون للوالد، لا يكون ثوابها للوالد، هذه ثوابها لك أنت. وإذا أردت أن تبر بالوالد تتصدق عنه صدقة من مالك لا من الزكاة. والزكاة واجبة في ذمتك، ويجب أن تدفعها للمستحقين، إما بنفسك وإما أن توكل عليها ثقة يؤديها إلى المستحق ينوب عنك في ذلك. نعم. أحمد معنا، أحمد من الرياض. طيب فضيلة الشيخ، هذا السائل يسأل عن الصيام الجماعي، هل له أصل في الشريعة الإسلامية؟ لا، ليس له أصل في الشريعة الإسلامية، هذا مبتدع. كل يصوم لنفسه ولا يرتبط بالآخرين. نعم، إذا صادف أنهم اجتمعوا في مكان وهم صيام وأرادوا أن يفطروا فلا مانع أن يفطروا جميعا من غير ربط موعد يعتقدون أنه أفضل، إنما هذا إذا جاء صدفة، الاجتماع صدفة، أو دعاهم
أو دعاهم ليفطروا معه لا بأس بذلك، أما أن يتخذ هذا عبادة فلا أصل له. نعم. طيب، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: بالنسبة للأراضي الممنوحة والتي يحصل عليها المسلم، هل عليها زكاة إذا استمرت أكثر من 6 سنوات عندي ولم أبعها؟ إذا نويتها للبيع، إذا نويتها للبيع تصبح زكوية، فتحسب لها حولا من نيتك لبيعها، فإذا مضى عليها الحول وأنت تنوي بيعها فإنك تقومها بما تساوي وتزكيها بإخراج ربع العشر من قيمتها المقدرة. نعم. عبد الله من مكة، تفضل أخي عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عندي سؤالين. تفضل. هل صحيح أن الدعاء مستجاب بين الظهر والعصر يوم الأربعاء؟ طيب، يجاوب الشيخ على السؤال، تفضل. لا، ارتباط بين الظهر والعصر ويوم الأربعاء لا دليل على ذلك، ولكن يدعو الله في كل وقت وفي كل يوم، فإن الدعاء هو أفضل أنواع العبادة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فيدعو الله في كل وقته، كل ما، وخصوصا عند الحاجة، عند حاجته يدعو الله عز وجل، ولا يرتبط بيوم معين أو بساعة معينة، إلا إن كان من باب تحري الإجابة أكثر، مثل الدعاء في آخر الليل، الدعاء في القنوت، الدعاء في السجود، قال صلى الله عليه وسلم: أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فيدعو الله، وكذلك في يوم الجمعة فإن فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا وهو قائم يصلي إلا أعطاه الله إياه، وكذلك هذا تسمى ساعة الإجابة في يوم الجمعة، وكذلك في ليلة القدر من رمضان. هناك أوقات يرجى فيها قبول الدعاء أكثر من غيرها، يرجى فيها الإجابة أكثر من غيرها، وهناك حالات مثل السجود يرجى فيها قبول الدعاء أكثر من غيرها. نعم. السؤال الثاني يا عبد الله: صلي على جنازة ولم يكبر الإمام إلا ثلاث تكبيرات، وتابع المأمومون إمامهم ولم ينبهوه على ذلك، ودفنوا الميت، فماذا عليهم الآن؟ شكرا يا عبد الله. ما صحت الصلاة، لأن من شروط صحة الصلاة أو من أركان صلاة الجنازة التكبير عليها أربع تكبيرات، فإذا كان الوقت قريب يصلون عليها بعد الدفن، يصلون عليها صلاة تامة بعد دفنها ويستدركوا ما حصل. نعم. أحسن الله إليكم. الأخ أبو عادل يقول: شيخ صالح جزاكم الله خير، يوجد بخارج مسجدنا وعند بابه جهاز ينادي بالذكر الوارد لدخول المسجد وعند الخروج، ويقول: اذكر الله أو كبر أو كذا، هذه الأمور هل هي جائزة؟ هذه من التكلف، فالمسلم يذكر الله في أوقات الذكر ويدعو الله، وله بحاجة إلى آلة تركب على الباب أو ما أشبه ذلك. نعم. الأخ سوداني مقيم بالرياض يقول: ما حكم قراءة الفاتحة وسورة ياسين عند قيامنا بدفن الميت في المقبرة؟ هذا بدعة ولا أصل له ولا دليل عليه. الذي يعمل عند دفن الميت أنه بعد إتمام الدفن يقفون على قبره ويسألون له ويستغفرون له ويسألون الله له التثبيت
لأنه وقت سؤال الملكين، فيسألون الله له التثبيت عند السؤال، هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حسين من أبها، تفضل أخي حسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. يا شيخ، أنا حلفت علي يمين أشهد بالله أني ما عاد أكلم أخواتي وأدخلهم بيت، والله كفتوني في الموضوع. طيب شكرا. يا أخي كفر عن يمينك، ادفع كفارة يمين وكلم من تريد وزر أخواتك وقريباتك، لا كفر عن يمينك ولا تمتنع من صلة الرحم، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، الله سميع عليم. نعم. أحسن الله إليكم. هذه الأخت تقول، السائلة، بأنها شابة نذرت لله ألا تنام إلا وقد صلت صلاة الوتر، وأحيانا هي لا تؤديها، والسؤال يا شيخ، هل عليها كفارة إذا نسيت صلاة الوتر ونامت؟ عليها الوفاء بالنذر فتوتر قبل أن تنام، ما دام نذرت أن توتر قبل أن تنام يلزمها ذلك، فتوتر قبل أن تنام. وإذا لم تعمل ونامت قبل الوتر توتر آخر الليل، ولكن تقدم كفارة يمين بدل تأخير الوتر وعدم الوفاء بالنذر. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. هذا السائل يسأل عن وضع الأشجار وكذلك البرسيم أو شيء من الشجر على القبر بعد دفن الميت، وهذه العادة يقول منتشرة عندنا وفي بلدنا. هذا بدعة، هذا بدعة ولا تجوز، ولا يوضع على الميت شجر، ولا يغرس عليه شجر، ولا يوضع عليه برسيم، ولا يوضع عليه شيء، إنما يدعى له، المسلم يدعى له بالدعاء ويتصدق عنه، هذا الذي ينفع الميت. أما وضع الخضار والبرسيم والشجر على قبره فهذا بدعة، وكل بدعة ضلالة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم غرس جريدة رطبة على قبر أو على قبرين، وقال لعلهما يخفف عنهما ما لم ييبسا، وهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، بدليل أن الصحابة ما كانوا يعملون هذا، ولو كان سنة لعمله الصحابة رضي الله عنهم، إنما هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يعلم، وهو الذي أطلعه الله على أن القبرين يعذبان. أما نحن فلا ندري عما في القبرين، وليس لنا أن نضع شيء عليهما وندعي أن ذلك يخفف عنهما العذاب. نعم. جزاكم الله خير يا شيخ. نومس من الرياض، تفضل يا نومس. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. عندي سؤالين يا شيخ. تفضل. السؤال الأول يا شيخ، معجون يضعن له النسوان يا شيخ على الحجاج يختن بعضه ويغيرن بشكل الحجاج، هل هو حرام أو حلال؟ على الحاجبين؟ نعم. إيه. لا يجوز هذا، لا يجوز أن يضعن على الحاجبين صبغ أو شيء، بل يتركن الحاجبين على خلقتهما، ولا نتف ولا قص ولا حلق ولا صبغ، يتركان على خلقتهما، والحمد لله. نعم. السؤال الثاني يا نومس. السؤال الثاني يا شيخ، إذا حطيت زيت على شعري إذا توضيت، يجوز اللي يعني أمسح عليه ولا لازم أغسل الزيت عنه؟ لا، ما تغسل الزيت عنه، تمسح عليه مسح على شعر راسك، تمسح عليه مسح ويكفي هذا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يا شيخ يقول، عندي والدي وهو كبير بالسن ومريض، وذهبنا به إلى أحد المستشفيات وقرروا إجراء عملية
ولكن الوالد رفض لإجراء هذه العملية خوفا على حياته ورغبة من ابنه في شفاء والده. ما موقف الابن في هذا مع أنهم بارين به يا شيخ؟ إذا كان الوالد معه عقله وتفكيره ورفض العملية فإنه لا يجبر عليها، لأن التداوي مباح وليس واجبا. فلا، إذا كان معه عقله وتفكيره وأبى إجراء العملية فلا تجرى. وأما إذا كان ليس معه عقل ولا تفكير وعليه خطر فإنها تجرى العملية له نظرا لمصلحته وحاجته إليها وهو لا يدري عنها. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. هذا الأخ يقول بالنسبة للحيوانات المؤذية مثل القطط والكلاب، مع العلم بأن هذه الحيوانات تقوم بتنجيس الزروع في كل منطقة في البيت، فما حكم قتل هذه المؤذية؟ نعم، إذا لم يندفع أذاها إلا بقتلها اطردوها وادفعوها، فإن كانت لا تندفع ولا تنطرد عنكم استمر أذاها فاقتلوها. الذي لا يندفع أذاه إلا بقتله من الحيوانات يقتل. نعم. سعد من بيشة معنا على الخط، تفضل يا أخي سعد. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام يا شيخ. عندي مريض ومرافق معه في مكة، مستشفى مكة، ويبغون يحرمون مكة وهم ما خارج مكة. هل يحرمون مكة أو يحرمون من مكات برا من جهة الطائف؟ يحرمون من الميقات الذي يمرون به ولا يتعدونه بدون إحرام إذا كانوا يريدون العمرة. يحرمون من الميقات الذي يمرون به في طريقهم، وإن كانوا دون الميقات وبعد وخارج الحرم، دون الميقات وخارج الحرم، فإنهم يحرمون من المكان الذي نووا منه العمرة أو من منزلهما إذا كان دون الميقات، قوله صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك، يعني دون المواقيت، فمهله من أهله. نعم. وفي حديث: من حيث أنشأ، يعني من حيث نوى. أما إذا كانوا داخل مكة وهم يريدون عمرة يذهبون إلى خارج الحرم، إلى التنعيم، إلى الجعرانة، إلى حدود الحرم، ويحرمون من خارجها. نعم. ناخذ فهد من الطائف، تفضل يا أخي فهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. تفضل. بس عندي سؤال، اللي أخو صار عليه حادث وتوفى ومع اثنين كمان توفوا، على شيء؟ وش تقرير المرور يا أخي؟ والله تقرير خطا ما دققنا احنا فيه، لكن خطا السياره خارجه من الخط وصادمه في تريلا وتوفوا. ما هو بالراي لكم، الراي لتقرير المرور هل هو مدان في الحادث؟ اذا كان مدان في الحادث ولو 1% يكون عليه كفاره. جزاكم الله خير. شكرا يا اخي فهد. في ارتداد سم. طيب في ارتداد. طيب خلاص نقطع عليه. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، هذا يرغب من فضيلتكم نصيحة وتوجيه للشباب في هذا اليوم، وذلك في محافظتهم على دينهم ولزومهم للوسطية، وكيف يكونوا أعضاء نافعين لدينهم وبلادهم، جزاكم الله خيرا. هذا بعد توفيق الله يعتمد على تربيتهم. طيب. فعلى الوالدين أن يربي أولادهما من الصغر على الخير وعلى الصلاة وعلى الصيام. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، اضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا يعتمد على التربية الصالحة والتربية الطيبة. ومع هذا نحث الشباب على تقوى الله
وعلى حفظ شبابهم في طاعة الله، ليكونوا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم شاب نشأ في عبادة الله، فيحافظوا على شبابهم في طاعة الله وأداء الصلوات مع الجماعة والمحافظة عليها والتخلق بالأخلاق الطيبة، وعليهم أن يتجنبوا الأفكار الخبيثة والنظر في الشاشات التي تبث الشر، والنظر في الإنترنت أو في التويترات التي فيها الشرور، تجنبوها، وكذلك يتجنبوا صحبة الأشرار وصحبة الفسقة، يحافظوا على أنفسهم ليكونوا إن شاء الله من الشباب الصالحين. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ. يقول السائل أبو عبد الله: بالنسبة للشك والظن بين الزوجين، هل يعتبر قذفا؟ وما أيضا علاج من ابتلي بالشك والظن؟ هذا يكون من الوسواس، فعلى من ابتلي به من الزوجين أن يستعيذ بالله من الشيطان ويتركه ولا يعمل به ولا يتكلم به، لا يتكلم به. نعم. تفضل يا أخي محمد من جازان. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. الله بالخير. تفضل. عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول: الولد اللي من 27 إلى 10 يصلي مع جماعة خلف الإمام، يعني أنا وهو بعد الإمام. والسؤال الثاني، خليه كم يجي بس شيخ يجاوب. تفضل. لا بأس بذلك، أن يكون، لأن المميز يجوز أن يكون في جناح الصف، أنت وياه خلف الإمام، لا بأس بذلك. والسؤال الثاني، السؤال الثاني الضيف غير المسلم، هل يجوز الذبح له أو الإكرام؟ إيه نعم، الضيف له حق، الضيف له حق ولو كان غير مسلم، لأن إكرام الضيف هذا واجب في الإسلام، يوم وليلة إذا، لكن هذا يكون في البر أو في القرى التي ليس فيها مقاهي وليس فيها مطاعم وليس فيها فنادق، إنما هذا في القرى التي ليس فيها أماكن، وكذلك في البر، فالضيف له حق. نعم. ناخذ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. نعم. أبو محمد من القصيم. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. بخير يا أبو. تفضل. إذا كلم الشيخ رفيق. تفضل الله يحفظك. السلام عليكم. عليكم السلام. مساك الله بالخير يا شيخ. في ارتداد. طيب، ابعد شوي عن التلفزيون يا محمد. سؤالين الله يرحم والديك. طيب. السؤال الأول: أنا أبيع وأشتري السيارات، وعندي سيارة جديدة أبيعها على شخص متدين ويبيعها على الساعة على المديون. يعني يجيني واحد يبغى سيارة يبي يدينها. أبيعها عليه. نعم. لا. مشتري أشتريها من هنا. طيب. لا ما ترجع لك إذا دينتها، لا ترجع لك، يبيعها على غيرك يا أخي. أحسن الله إليكم شيخ. الجوال المحتوي على القرآن هل يسمى مصحفا؟ وأخذه معي إلى المسجد، هل أقرأ به؟ لا بأس أن تقرأ به، ولكنه لا يسمى مصحفا، يسمى جوالا، ولا يأخذ حكم المصحف. نعم. جزاكم الله خير. هذا عامل يشتغل في البوية وعلى الجدران، ويبقى على يده هذه الصبغة أثناء الوضوء، هل يمنع وصول الماء إلى البشرة؟ وما حكم الصلاة في مثل هذه الحالة؟ لا تجوز الصلاة حتى يزيل هذه البوية ويتوضأ، لأن هذه البوية تتجمد على الجلد وتمنع وصول الماء إليه، فيزيلها قبل أن يتوضأ، ثم يتوضأ ويصلي. أما أن يتركها فإنه لا يتم وضوءه، لأن ما تحت
البوية لم يصل إليه الماء. نعم. نأخذ عوض. تفضل يا عوض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. عندي ثلاثة أسئلة يا شيخ الله يجزاك خير. تفضل. السؤال الأول. السؤال الأول، نريد بإذن الله السفر خارج البلاد في مهمة عمل لمدة قد تستغرق أسبوع أو أسبوعين أقل أو أكثر، ونريد نجمع ونقصر الصلوات، ونود من فضيلة الشيخ يوضح لنا المدة التي نقصر الصلاة فيها ونجمع فيها. طيب، هذا السؤال. يجاوب الشيخ على السؤال. شكرا لك. نعم، الجمع والقصر في حالة السير ذهابا وإيابا لا بأس بذلك، بل هذا أفضل. وأما إذا نزلتم في بلد أو في أي مكان تنوون أكثر من 4 أيام فإنه ينتهي القصر والجمع، فلا بد أن تصلوا كل صلاة في وقتها تماما بلا قصر لأنكم مقيمون. أما إذا كانت الإقامة 4 أيام فأقل فلكم القصر، والجمع لا حاجة إليه وأنتم نازلون. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا الأخت أم مرام تقول: هل للمرأة أن تؤخر صلاة العشاء إلى منتصف الليل إذا كانت مشغولة بالضيوف؟ إذا كانت لا تنساها ولا تتثاقل عنها، نعم لا بأس، قبل منتصف الليل إلى ثلث الليل أحوط وتصليها. أما إذا كانت تخشى أن تنساها أو تنشغل عنها فإنها تبادر بالصلاة. نعم. الأخ عوض ما زال معنا على الخط يا أخوان، اللي لو راح. طيب انقطع الاتصال. في حديث يا شيخ: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب، ما المقصود بهذا؟ وإذا اضطر الإنسان أن يذهب لوحده في سفر طويل؟ لا يجوز هذا، أنه يذهب وحده، لأنه على خطر، لو يمرض لو يصاب من الذي يتولى؟ لابد يكون معه من يقوم به ويحافظ عليه ويدافع عنه. وكذلك الراكبان شيطانان، لأنهما لو يتشاجران بينهما ويحصل بينهما مضاربة من الذي يفصل بينهما؟ فهذا فيه خطر. أما الثلاثة فإنهم ركب لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. فالإنسان لا يسافر وحده إلا مع رفقة. نعم. أحسن الله إليكم. الأخ أبو خالد يسأل عن الوصية متى تكتب، وما أبرز الأحكام المتعلقة بها، ومن الذي يكتبها؟ الوصية على نوعين: وصية بالحقوق التي عليه والحقوق التي له عند الناس والودائع، هذه واجبة يكتبها، يبادر بكتابتها ولو كان إن في صحة، لئلا تضيع. ما حق امرئ يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه كما في الحديث الصحيح. أما الوصية التي هي تبرع بشيء من ماله بعد موته، هذه وصية مستحبة، هذه وصية مستحبة في حدود الثلث فأقل، وتكون للمصارف الخير، وهي مستحبة ليست واجبة. والوصية ينبغي للمسلم أن يوصي إذا كان عنده مال، إذا كان عنده مال كثير فإنه يوصي بشيء يبقى له بعد الموت ويجعل عليه ناظرا، وتكتب الوصية في المحكمة الشرعية عند كاتب العدل. نعم. أحسن الله إليكم. نختم هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة عن استعمال ماء زمزم في الطبخ والاغتسال من الجنابة. لا بأس بذلك، لأنه ماء طهور، فلا بأس بذلك أن يستعمل للطبخ، يستعمل للوضوء، يستعمل للاغتسال من الجنابة. نعم. أحسن الله إليكم. زميلي المخرج يشير إلى أن وقت البرنامج قد انتهى.
أشكر فضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. بارك الله في الشيخ وفي علمه، وزاده توفيقا وسدادا ورفعة في الدارين، ورفع ذكره في الدارين. أيضا نعتذر من فضيلة الشيخ على هذا التأخر الخارج عن ظروفنا، وأيضا نشكره على تعاونه معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك فتاوى على الهواء، كما أشكر زملائي في بيت الشيخ وأشكر الزملاء معي في استوديو الرياض. يتجدد اللقاء بإذن الله تعالى. حتى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.